ايوب مرحبا بك مرحبا بجميع المستمعين الكرام. يعني كما كنعرفوا فالفريق الجمالكي فهو بدا بدايه متعثره بعد الخساره ديالهم مع المغرب الفاسي. يعني نمشيو الكلام اللي قال طالب، قال بانه ما راضيش على النتيجه، ولكن الاداء الجماعي فهو راضي عليه. يعني صحيح ان الجيش قدم الشوط الاول مستوى جيد ولكن خسر، وهنا كيقلق لان شفنا المباراه فهي تقريبا نسخه كربونيه ديال المباراه ديال الموسم الماضي، يعني خاصه بعد الكونفينمون، وايضا نسخه كربونيه ديال اللاعب جوزيف كنادو. علاش اول شيء بالنسبه للجيش؟ لانه كان تيقدم مباريات جيده ولكن كينهزم، يعني كنا نشوفو كيوصل البوطو وكيدير بزاف ديال الفرص ولكن كان تيخسر. جوزيف كنادو ايضا اللاعب اللي التوقع ديالو جيد، يعني كيقلب كيعرف كيفاش يقتنص الفرص، ولكن اللمسه الاخيره ديالو فهي كتكون سيلفيا. هنا كنهضو على الهجوم لان الكثير ديال يعني المتتبعين حتى داخل الفريق الجمالكي فشافوا الهجوم حتى هو فيه نسبه ديال الهزيمه، الى جانب طبعا الاخطاء اللي شفنا ايوب. وبالتالي هذا هو المشكل اللي الان فيه، يعني المدرب عبد الرحيم الطريف راه يحاول انه يشتغل على مستوى الدفاع. انا شفنا كان واحد تفاهم كبير ما بين يعني المدافعين حتى الطريقه باش سجل يعني الاجراء الهدف الثاني، وان حتى بعد الفرص اللي جاتهم كيبقى يعني ذاك اللاكس ديال ما بين بورغيز وايمن شبان. كنفقدوا الصوت ديال صديقنا عبد اللطيف ابجا، ونعاودوا ناخذوا معنا، نتمنوا ان الصوت ما يكونش كينقطع المره الجايه. دابا كيتكلم لنا على لا ديفونس المتوقع في المباراه الجايه كونتر المغرب التيطواني، واش غيبدل الاختيارات ديالو طالب او غادي يبقى على نقولوا نفس الاختيارات اللي مامن بها ولعب بها العام اللي فات وسال في الرتبه الخامسه وبدا بها البطوله مع فريق المغرب الفاسي، وان كانوا بعض التفاصيل اللي ما كانش محظوظ فيهم، واحد الخطا تقريري بين الجيراري مع الكراد بيت ثاني اللي هرس فيه لورج واجراي، مي اون جينيرال اللي كيخلي التاريخ هو النتيجه فقط اللي كتبقى في الاخير. لي فار نهزموا بجوج لواحد، دابا عندهم مباراه مع الفريق ديال المغرب التيطواني. غنحاولوا نرجعوا ناخذوا معنا بشكل مباشر عبد اللطيف ابجاو باش ناخذوا الصوت ديالو بوضوح، وناخذوا مع الجديد ديال فريق لي فار فريق الجيش الملكي قبل مواجهه فريق المغرب التيطواني ثاني جولات البطوله برو انوي. ناخذوا معنا عبد اللطيف، توقفنا عند ثنائيه الشباني مع بورخيس. بالفعل يعني هذا الثنائيه غنشوفوا واش غيعتمد عليه ام لان كان واحد شويه ديال عدم انسجام الكبير، ولكن كنعرفوا بان يعني طالب فهو كيامن يعني بهذ جوج اللاعبين، وخاصه مع الغياب ديال انوار ترخات اللي عاده يعني شفنا في المباريات الاخيره او ماشي حتى المباريات الاخيره بعد الكونفينمون، فانوار ترخات هو اللي ولا كيلعب مع شباني، ولكن انوار ترخات فهو غائب يعني غائب لانه كيحمل الجبيره بعد تعرض له الكسر في الكحل في مباراه وديه مع نادي بركان. وبالتالي فهو تيبان بان طالب غادي يعتمد على الثنائيه الى جانب الجهه اليمنى اللي فيها محمد مفيد لاعب الشاب. الجيران كيبقى في الشك، ولكن من بعد يعني الغيابات ايضا فتنظن بانه غادي يكون يعني اللاعب الى جانب الوسط الدفاعي اللي يكون من بانغالا وكذلك حمزه المجاهد. الهجوم اللي كان توقع ايوه يكون فيه تغييرات لان منتظر نشوفوا لاعب اخر من البدايه اللي هو فكري، منتظر يكون فكري مكان يعني مكان اللاعب الكودالي. رضا سليم قدم مستوى جيد، ما كنظنش انه غادي يتم التغيير ديالو، وايضا اللاعب جوزيف كنادو اللي كيامن به كثير يعني طالب، يعني حتى الا كان هو ما كيسجلش الاهداف ولكن طالب تيقول ديما اللاعب كيخدم وكيشتغل تقنيا، وما كنظنش انه في المباراه الثانيه غادي يجلسوا يعني غادي يعني يكون شويه واحد تاثير نفسي يعطيه فرصه اخرى، لان جوزيف كنادو في الموسم الماضي ايوب فمن بعد يعني استئناف في البطوله مسجل فقط هدف واحد اللي كان هو ضد الرجاء البيضاوي في الجوله الاخيره عاد فاق، واخا كانت عنده انتقادات ولكن الطالب كان تيلعبوا فقط مباراه وحده ايوب اللي كان جلسوا فيها وكان رجع يعني كنظن امام يوسفيه برشيد كان انتصر فيها بحصه عريضه فريق الجيش الملكي، يعني كان جميع اللاعبين كيسجلوا حتى اللاعب ايس اورخان يعني كنذكر بانه سجل، عماد الراحولي في كريم بعد التعافي ديالو فهو سجل ديال الاهداف، ولكن جوزيف كنادو كان عنده الحظ. كنت ننتظر واش هذا الموسم هذا غيتعاد نص السيناريو بالنسبه لجوزيف كنادو ام لا، لان حتى هو تعرض لانتقادات لان شفنا بروميير ميطون فكانت عنده مجموعه من الفرص. اذا غتكون عند الجيش مباراه مهمه يعني يحاول انه يحقق فيها نتيجه ايجابيه امام المغرب التيطواني، كنعرفوا حتى هو نازل في المباراه ديال الاولى، وبالتالي غتكون مباراه صعبه. قلنا جوج ديال الغيابات غادي يكونوا او ثلاثه
ترخات اللي مازال يعني عنده اصابه على مستوى الكاحل. عماد الرحوي كنعرفوا الدور ديالو غتكون العوده ديالو مهمه ومازال غادي يغيب لان على مستوى اللي كتعرض الكسر. وايضا اللاعب رابع حريمات اللي تعرض نعاودوا نذكروا المستمعين العدد ديالهم المجموع شحال ديال اللاعبين الغائبين ايوب. نعم اللي هما ثلاثه ايوب، اللاعب ترخات واللاعب ايضا عماد الرحولي ثم ربيع حريمات. يعني الثلاثي ولا غادي يبغي على المباراه ديال غدا امام فريق المغرب تطوان ايوب.